بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli öğrencilerimiz, ikinci kitabın, altıncı kitabın ikinci ünitesinin beşinci dersini yapıyoruz. Burada bir metnimiz var, onu anlayacağız. Öncelikle metnimizi bir dinleyelim. Hazırsanız başlıyoruz. Yallah. İstemi ve kıra. İzâ eredte en tusâfire ilâ beledin muayyen, فعليك أن تتعرف عادات ذلك البلد وآدابه الخاصة وبعض تقاليده الشعبية لكي تتجنب الوقوع في المواقف المحرجة، وذلك كآداب التحية والكلام وآداب اللقاءات والزيارات وآداب الطعام والشراب وغير ذلك من الآداب. فمثلا إذا ذهبت إلى ألمانيا فمن الضروري قبل أن تذكر اسم الشخص أن تبدأ بكلمة سيد أو سيدة. أما في أمريكا فينادونك باسمك الأول دون ألقاب، مرحبا سامي. أما عند العرب فمن اللباقة ألا تدعو أحدا باسمه فقط دون لقب، وكثيرا ما ينادون الشخص بكلمة سيد أو كلمة أخ. وإذا كنت في بريطانيا فلا تمد يدك لإلقاء التحية، لأن البريطانيين يكتفون بالإيماء بالرأس فقط. وإذا التقيت بشخص ما في أغلب دول الغرب فيجب أن تحييه دون قبولات، لأن القبولات بين الرجال ممنوعة. أما عند العرب فتكون التحية مصافحة باليد أو بتقبيل الخدود أو بالمعانقة، والغالب أن الرجال لا يصافحون النساء، ومن الذوق عندهم أيضا ألا تصافح أحدا ويدك الأخرى في جيبك، وألا تصافح الجالسين حول مائدة الطعام. وفي ألمانيا وأمريكا احرص على الدقة في حضور الموعد. أما في إسبانيا فحاول عدم الوصول في الوقت المحدد، فهم يفضلون التأخر عن حضور الموعد. وأما عند العرب فيفضل الحضور في الوقت المحدد ولا مشكلة في التأخر القليل. نعم هكذا. نعم الآن نستمع ونقرأ مع بعض. dinliyoruz ve beraberce okuyoruz. O dinledikten sonra. يلا. إذا أردت أن تسافر إلى بلد معين فعليك أن تتعرف عادات ذلك البلد وآدابه الخاصة وبعض تقاليده الشعبية لكي تتجنب الوقوع في المواقف المحرجة. نعم أنتم. إذا أردت أن تسافر إلى بلد معين فعليك أن تتعرف عادات ذلك البلد وآدابه الخاصة وبعض تقاليده الشعبية لكي تتجنب الوقوع في المواقف المحرجة. نعم. وذلك كآداب التحية والكلام وآداب اللقاءات والزيارات وآداب الطعام والشراب وغير ذلك من الآداب. نعم أنتم. وذلك كآداب التحية والكلام وآداب اللقاءات والزيارات وآداب الطعام والشراب وغير ذلك من الآداب. فمثلا إذا ذهبت إلى ألمانيا فمن الضروري قبل أن تذكر اسم الشخص أن تبدأ بكلمة سيد أو سيدة. أما في أمريكا فينادونك باسمك الأول دون ألقاب، مرحبا سامي. نعم أنتم. فمثلا إذا ذهبت إلى ألمانيا فمن الضروري قبل أن تذكر اسم الشخص أن تبدأ بكلمة سيد أو سيدة. أما في أمريكا فينادونك باسمك الأول دون ألقاب، مرحبا سامي. هنا قبل أن تذكر اسمه، قبل أن تذكر اسم ده okuyabilirsiniz ama geçiş yaparken قبل أن تذكر اسم الشخص أن تبدأ بكلمة سيد أو سيد. هكذا نستمر من هنا. أما عند العرب
فمن اللباقة ألا تدعو أحدا باسمه فقط دون لقب، وكثيرا ما ينادون الشخص بكلمة سيد أو كلمة أخ. نعم أنتم، أما عند العرب فمن اللباقة ألا تدعو أحدا باسمه فقط دون لقب، وكثيرا ما ينادون الشخص بكلمة سيد أو كلمة أخ هكذا. وإذا كنت في بريطانيا فلا تمد يدك لإلقاء التحية، لأن البريطانيين يكتفون بالإيماء بالرأس فقط. نعم أنتم، وإذا كنت في بريطانيا فلا تمد يدك لإلقاء التحية، لأن البريطانيين يكتفون بالإيماء بالرأس فقط. وإذا التقيت بشخص ما في أغلب دول الغرب فيجب أن تحييه دون قبولات، لأن القبولات بين الرجال ممنوعة. نعم أنتم، وإذا التقيت بشخص ما في أغلب دول الغرب فيجب أن تحييه دون قبولات، لأن القبولات بين الرجال ممنوعة. نعم. أما عند العرب فتكون التحية مصافحة باليد أو بتقبيل الخدود أو بالمعانقة، والغالب أن الرجال لا يصافحون النساء، ومن الذوق عندهم أيضا ألا تصافح أحدا ويدك الأخرى في جيبك، وألا تصافح الجالسين حول مائدة الطعام. نعم أنتم، أما عند العرب فتكون التحية مصافحة باليد أو بتقبيل الخدود أو بالمعانقة، والغالب أن الرجال لا يصافحون النساء، ومن الذوق عندهم أيضا ألا تصافح أحدا ويدك الأخرى في جيبك، وألا تصافح الجالسين حول مائدة الطعام. وفي ألمانيا وأمريكا احرص على الدقة في حضور الموعد، أما في إسبانيا فحاول عدم الوصول في الوقت المحدد، فهم يفضلون التأخر عن حضور الموعد. وأما عند العرب فيفضل الحضور في الوقت المحدد ولا مشكلة في التأخر القليل. نعم أنتم، وفي ألمانيا وأمريكا احرص على الدقة في حضور الموعد، أما في إسبانيا فحاول عدم الوصول في الوقت المحدد، فهم يفضلون التأخر عن حضور الموعد. وأما عند العرب فيفضل الحضور في الوقت المحدد ولا مشكلة في التأخر القليل هكذا. الآن نتحدث عن هذا النص بالعربية حتى نفهم. طبعا في النص قبل ذلك، النص السابق تحدثنا عن اختلاف الثقافات وأسباب اختلاف الثقافات. هناك عوامل كثيرة في اختلاف الثقافات، مثلا عوامل جغرافية، عوامل اقتصادية، عوامل تاريخية، عوامل دينية، عوامل ديموغرافية، عوامل تكنولوجية. كل هذه العوامل كانت تؤثر في اختلاف الثقافات. نعم الآن هذا النص يعطي لنا أمثلة أخرى في اختلاف الثقافات. مثلا يقول لكم إذا أردت أن تسافر إلى بلد معين فعليك أن تتعرف آدات ذلك البلد وآدابه الخاصة وبعض تقاليده الشعبية. هنا يقول هذا الناس إذا أردت أن تسافر إلى بلد آخر، إلى دولة أخرى أردت الزيارة، فعليك يجب عليك أن تتعرف عادات ذلك البلد وآدابه الخاصة وبعض تقاليده الشعبية. لماذا يجب عليك؟ لماذا؟ إذا لم تعرف هذه الآداب والعادات كيف تواجه؟ ماذا تواجه في هذه البلاد؟ يعني قد تواجه مشاكل كثيرة. انظر هنا يقول لكي، لماذا يجب عليك أن تعرف هذه العادات؟ لكي حتى تتجنب الوقوع في المواقف المحرجة.
حتى تتجنب الوقوع، حتى تتخلص من الوقوع في المواقف المحرجة. محرجة بمعنى المواقف الصعبة، حتى تتخلص من الظروف الصعبة. فهمتم؟ نعم. إذا لم تعرف هذه العادات قد تواجه مشاكل، قد تقع في المواقف المحرجة، لذلك يجب عليك. فذلك يعني يجب عليك تعرف يعني ماذا، يعني مثلا مثل آداب التحية، كيف يحيون، كيف السلام، كيف الكلام، كيف السلام، آداب الكلام والسلام، وآداب اللقاءات والزيارات، كيف تلتقي، كيف الزيارة، كيف تكون الزيارة، كيف آداب الزيارة. يجب عليك أن تعرف هذه الأشياء يعني، وآداب الطعام والشراب يعني، يجب عليك أن تعرف كل هذه العادات، كل هذه العادات وغير ذلك من الآداب. إذا تعرفت كل هذه العادات قد تتخلص من الوقوع في المواقف المحرجة. ولو عرفت يعني كثيرا من آداته قد تقع في مواقف، في موقف محرج، ولكن إذا عرفت قد تقع أقل يعني. مثلا هنا يعطي لنا مثالا، إذا ذهبت إلى ألمانيا فمن الضروري قبل أن تذكر اسم الشخص أن تبدأ بكلمة سيد أو سيدة. نعم. إذا ذهبت إلى ألمانيا يقول لك يعني ضروري أن تذكر قبل اسم الشخص، لازم أن تقول سيد أو سيدة. نعم، هذا ضروري. إذا أنت قلت مباشرة باسمي هذا قد يعد عيب، عيب. أما في أمريكا فينادونك باسمك الأول دون ألقاب، مثل مرحبا سامي. في أمريكا مثلا ينادونك باسمك الأول دون لقب، دون السيد، دون السيدة، هكذا. مثلا إذا ذهبت إلى أمريكا وهناك شخص ناداك باسمك فقط مثلا مباشرة، لا تظن يعني أنه يعني لا يهتم بك أو لا يحترمك، لا تظن هكذا، لأن عاداتهم هكذا يعني، ينادونك باسمك مباشرة يعني، هذه عاداتهم، هذه من عاداتهم. أما عند العرب مثلا فمن اللباقة ألا تدعو أحدا باسمه فقط دون لقب يعني، يعني من اللباقة يعني، ممكن أن تذكر اسمه مباشرة لكن هذا لا يعد حسنا، من اللباقة، من اللباقة يعني، يكون أحسن ألا تدعو أحدا باسمه فقط، قل له سيد أو سيدة أو أخ أو أخت، هكذا يعني. وكثيرا ما يعني في الدول العربية عند العرب ينادون الشخص بكلمة سيد أو كلمة أخ، إذا كانت امرأة سيدة أو أخت، هكذا ينادونك، يستخدمون بهذه الكلمات، أخي أحمد، سيد أحمد، هكذا. وإذا كنت في بريطانيا مثلا فلا تمد يدك لإلقاء التحية. لماذا؟ لأن البريطانيين يكتفون بالإيماء بالرأس فقط، هم يكتفون كافيا بالإيماء فقط يعني، بالرأس، بالإيماء، بالإشارة فقط يكفي عند التحية. طبعا مثلا إذا ذهبت إلى بريطانيا أنت مثلا للتحية أنت تمد يدك دائما، أنت تمد يدك للمصافحة، ولكن هو يخاف يعني، إذا لم تعرف هذه العادة يعني قد تقع يعني في موقف صعب يعني. لذلك إذا ذهبت إلى بريطانيا لا تمد يدك، يجب عليك أن تعرف هذه المعلومات يعني، حتى تتخلص، حتى تتجنب من الوقوع في المواقف المحرجة. طبعا في أيام جائحة كورونا أصبح كل الناس مثل البريطانيين، الناس يكتفون بالإيماء بالرأس أو بهكذا هذا السلام فقط، يكتفون. لماذا؟ يخافون من انتشار الفيروس.
أصبح كل الناس مثل البريطانيين في هذه الأيام. مثلا وإذا التقيت بشخص ما في أغلب دول الغرب، نعم، فيجب أن تحييه دون قبلات. يعني في أغلب دول الغرب، في الدول الغربية في أوروبا، فيجب أن تحييه دون قبلات. عند التحية القبلات، يعني لازم أن تبتعد عن القبلات، ممنوعة. لأن القبلات لماذا؟ بين الرجال ممنوعة. في أغلب دول الغرب القبلات بين الرجال ممنوعة، هم يفهمون بالخطأ. يعني الرجل كيف يقبل رجلا آخر؟ يعني هم يستغربون هذا الشيء. لذلك إذا ذهبت هناك لا تقبل أحدا، القبلات ممنوعة بين الرجال. أما عند العرب مثلا فتكون التحية مصافحة باليد، مصافحة باليد، نعم، بعكس البريطانيين. البريطانيين فقط بالرأس بالإيماء، ولكن عند العرب مصافحة باليد، يمسك يدك وبالقوة، يعني يمسك، أو بتقبيل الخدود. تقبيل الخدود، هنا قبلة وهنا قبلة، قبلتين أو ثلاثة أو أكثر. عند النساء مثلا في بعض الدول العربية القبلات كثيرة، يعني أربعة خمسة، أو بالمعانقة، يعانقون، يضم صدره يعني، أو بالمعانقة. التحية تكون أحيانا مصافحة باليد، بتقبيل الخدود، بالمعانقة، أو كلها في نفس الوقت، يعني قد تكون. والغالب أن الرجال لا يسافحون النساء. طبعا عند المصافحة لازم أن تنتبه هذا، الرجال لا يسافحون النساء غالبا، غالبا، نعم. إذا ذهبت إلى بلاد عربية لا تسافح مع النساء، نعم، هذا مهم. ومن الذوق عندهم أيضا أن لا تسافح أحدا ويدك الأخرى في جيبك. ومن الذوق عندهم، يعني هذا يكون أحسن، يعني أن لا تسافح أحدا ويدك الأخرى في جيبك. أنت تسافح هكذا ويدك الأخرى في جيبك، هذا يعني يدل على عدم الاحترام يعني عندهم. وعندنا هكذا مثلا، يعني ويدك الأخرى في جيبك، هذا يدل أنك لا تهتم بهذا الشخص، يعني أنت تصغره، يعني هذا الشخص. يعني لذلك يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذا العمل، عن هذه الحركة يعني، وألا تصافح الجالسين حول مائدة الطعام. وهناك شيء آخر مهم عند العرب مثلا، وعند ربما كثير من الدول في كثير من الثقافات، ألا تسافح الجالسين حول مائدة الطعام. الناس مثلا جلسوا حول المائدة يأكلون ويشربون، أنت أتيت إلى مرحبا مرحبا تسافح كلهم، هذا ليس صحيحا. من الأحسن شيء يعني ألا تسافح، فقط تسلم عليه بالإشارة بالكلام. بعد الطعام إذا أردت أن تصافح أو تقبيل أو معانقة، ماذا تريد أن تفعل؟ افعل، ولكن بعد الطعام. لماذا؟ لأن الناس يجلسون ويأكلون الطعام، وأنت ربما يدك غير نظيف، يعني كيف تصافح الناس؟ ربما الآكلين يعني بالطعام بيدهم، بأيديهم، وأيديهم قد تكون غير مناسبة يعني للتصافح. لذلك يجب عليك أن تنتبه. هناك شيء آخر، في ألمانيا وأمريكا احرص على الدقة في حضور المواعيد. في ألمانيا خاصة، في أمريكا أيضا، يعني في ألمانيا هم يهتمون أكثر، احرص على الدقة في حضور الموعد. يعني يجب عليك أن تأتي الموعد في وقته، ولا تتأخر دقيقة ولا ثانية في ألمانيا وأمريكا. هم يقولون، أنا سمعت أكثر شيء في ألمانيا، هم يهتمون بهذا الشيء كثيرا. مثلا أما مثلا في الدول الأخرى الثقافات تختلف طبعا. في إسبانيا فحاول عدم الوصول في الوقت المحدد. في إسبانيا عدم الوصول
في الوقت المحدد، يعني لا تأتي في الوقت المحدد، فهم يفضلون التأخر عن حضور الموعد. أنا سمعت هذا الشيء يعني أول مرة، يعني طبعا هم يفضلون التأخر عن حضور الموعد، هم يفضلون التأخر، يتأخرون قليلا، ولكن ولو ذهبت إلى إسبانيا لا تتأخر من موعدك، يعني إذا أتيت مبكرا لا يقول لماذا أتيت مبكرا، ولكن إذا تأخرت قد يقول لماذا تأخرت، قد يغضب يعني. لذلك أحسن شيء في كل الدول أن تأتي الموعد في الوقت المحدد. أما عند العرب مثلا يفضل الحضور في الوقت المحدد، إذا أتيت في الوقت المحدد هذا أحسن جميل، ولكن عند العرب لا مشكلة في التأخر القليل، إذا تأخرت قليلا ليست مشكلة. العرب مرتاحون جدا في هذا الشيء، ولكن على الرغم أنهم يعني يتأخر ولا ويقول ليست مشكلة في التأخر، ولكن إذا أتيت في الوقت المحدد هم يحبون هذا الشيء. كل الناس يحبون أن يأتي الموعد في الوقت المحدد، أنت لا تتأخر أبدا، هكذا. هناك الأسئلة عن هذا النص، كيف تنادي الشخص في ألمانيا وأمريكا؟ ألمانيا وأمريكا دا بير شخصا نصل چاررسن، نصل نيدا إدرسن، تنادي چاررسن، وكيف تناديه، أنا نصل چاررسن عند العرب لاردا أنا نصل چاررسن، تمام؟ كيف تناديه o şahsa، هي nereye gidiyor؟ bu şahsa gidiyor. Tabi bu soruların cevaplarını siz yazıyorsunuz. Tabi keyfe tunadi şahsa fi Almanya yecibu aleyke ella ted'u ahaden bismihi fakat, yani fi Almanya. Lazmen tunadihi bi kelimeti seyyid ev seyyide, yani qabla ismihi yani fi Almanya. Velakin fi Amerika tunadike bismike l'evvel fakat, yani dune seyyid ev seyyide dune laqab, yani Amerika tunadi mübaşir. Hey George! Hakeza. ينادونك في أمريكا. في عند العرب كيف هم يعني يفضلون أن ينادوا قبل اسمه سيد أو سيدة أو أخ أو أخت، يعني هكذا ينادون بدون لقب أو بدون سيد أو أخ، يعني لا يقبل حسنا، يعني هذا ليس حسنا، ليس جميلا، لا يفضلون هذا الشيء. كيف يلقي العرب التحية؟ عرب لر سلام نصل verir. ألقى التحية سلام vermek demek. Tamam. سلام attı. عرب لر سلام نصل atıyor. سلام atılmaz değil mi? سلام vermek. إلقاء التحية سلام vermek diyoruz. طبعا كيف يلقي العرب التحية؟ هم مثلا التحية تكون عندهم مصافحة باليد أو بتقبيل الخدود أو بالمعانقة. أيضا الغالب أن الرجال لا يصافحون النساء. نعم، هذه الأشياء مهمة طبعا. ومن الذوق عندهم ألا أيضا ألا تصافح أحدا ويدك الأخرى في جيبك، ولا تصافح الجالسين حول مائدة الطعام. هذه الأشياء مهمة عند العرب في إلقاء التحية. نعم، تحدث عن بعض العادات الخاصة في بلدك. kendi ülkendeki kendi ülkene has adetlerin bazılarından bahset diyor. أنتم تتحدثون عن ذلك. هنا اكتب صحيحا أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخطأ. نعم، هنا ne diyor? Doğru ibarelerin önüne sahih, yanlış ibarelerin önüne hata işaretini yazıyor mesela. Aleyke en tetaarraf adatil beledillezi turidu sefara ileyhi. Gitmek istediğin ülkenin adetlerini bilmen gerekir diyor. Aleyke en tetaarrafa, öğrenmen gerekiyor. Adatil beled, ülkenin adetlerini bilmen gerekiyor.
Aleyke yani yecibu aleyke demek bu, tamam mı? Hangi ülkenin? Ellezi, o ülke ki turidu sefera, yolculuk istiyorsun ileyhi, oraya. Yani yolculuk yapmak istediğin ülkenin adetlerini bilmen gerekiyor. Hada sahih. Naam, hada sahih. Bakalım diye. Naam, doğruymuş. Min ad-daruri an tabta bi kelimet seyyid ev seyyida qabla esma'il ashkhas fi Amerika. Amerika'da şahısların isimlerinden önce seyyid efendi veya hanımefendi kelimeleriyle başlaman zorunludur. Fi Amerika da sahih am hata. Bunu siz yapıyorsunuz. Sonra kontrol ediyoruz. İntehad ders. Ma'a selamah.